أهلا بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 7 أكتوبر سنة 1919 اتأسست شركة الطيران الملكية الهولندية، واللي بتعتبر من أقدم شركات الطيران العاملة في العالم. أما سنة 1971 انضمت سلطنة عمان للأمم المتحدة، وفي نفس اليوم 1981 وافق مجلس الشعب المصري على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس بعد يوم من اغتيال الرئيس محمد أنور السادات. أما سنة 2003 فاز الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينجر بمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة اتولد سنة 1952 رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. أما سنة 1967 اتولدت المغنية الأمريكية توني بريكستون، واللي من أعمالها I'm Break My Heart. أما اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، رحل الشاعر والقصصي الأمريكي إدغار ألان، واللي من أعماله The Black Cat. وسنة 1994 رحل العالم الدنماركي نيل سيرني، العالم في علم المناعة والحاصل على جائزة نوبل في الطب. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 7 أكتوبر هو يوم الملحنين في البرازيل. وزي النهاردة سنة 1957 اتعرض لأول مرة فيلم الوسادة الخالية، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار السيد بدير، إخراج صلاح أبو سيف، والفيلم بطولة عبد الحليم حافظ، لبنى عبد العزيز، أحمد رمزي وعمر الحريري. أما سنة 1963 عرض لأول مرة فيلم الباب المفتوح، إخراج بركات وبطولة فاتن حمامة، محمود مرسي، صالح سليم، حسن يوسف وشويكار. وكمان 7 أكتوبر سنة 2000 تم العرض الأول لفيلم الليمبي، تأليف أحمد عبد الله وإخراج وائل إحسان، والفيلم من بطولة محمد سعد، حلا شيحة، حسن حسني وعبلة كامل. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.